السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت بتدور على فكرة من افكار الذكاء الاصطناعي او بتدور على موقع يكون بيعمل حاجة هتفيدك في المجال بتاعك، ففي ادلة بيبقى فيها كل موقع الذكاء الاصطناعي ووصف ليها ويقول لك اذا كانت مجانية ولا بفلوس. ده مثلا على سبيل المثال تقول سكوت، تقول له مثلا انا عايزك تقوم لي بوبلر، فشات جي بي تي طبعا طلع من الاوائل. ممكن تقول له التاج فتختار مثلا انا عايز كمبيوتر سبورت مثلا، فيبدأ يجيب لك كمبيوتر سبورت. البرايس ممكن تقول له انا عايز الحاجة اللي هي الفري بالشكل دوت، تمام. انا عايز حاجة خاصة بالفيديو، فيبدأ يجيب لك الحاجات الخاصة بالفيديو اللي هي فري. وتقدر تقول له سبميت فتضيف له موقع ما يكونش موجود معاه، وده موجود تقريبا في اغلب المواقع دي. التاني اي تولز برضه نفس الفكره، لو انت بتدور على اي حاجه وليكن مثلا ترخيص فتكتب له ترخيص فيبدا يجيب لك الموقع المهتم بالترخيص، او تقول له مثلا مهتم بالكوبي رايت فيبدا يجيب لك المواقع اللي هي مهتميه بالكوبي رايت، واي واحد فيهم هتضغط عليه هيفتح لك الصفحه بتاعته وتقدر ان انت تقرا الموقع ده بيعمل ايه وهل هو مناسب ليك ولا لا. برضو عندنا فيوتشر تولز بتلاقي فيه المواقع كلها موجودة، بتقول له انا عايز مثلا حاجة خاصة بالشات فيبدأ يصفهم لك. ممكن تقول له انا عايز ماست فوتد اللي هو واخد اعلى تصويت فيظهر معاك بالشكل ده. وده دليل الاخر بتلاقي المواقع موجودة هنا، تقدر تقول له انا عايز فلتر وتقول له انا عايز الكاتيجوري اللي اسمه مثلا فن التوليدي وعايز تشوفهم بأن شكل وعايز ترتبهم بأن طريقة الترتيب، وبتقول له ابلاي فلتر فيبدأ يجيب لك المواقع بالشكل ده. طيب بعد كده عندنا فيوتشر ميديا، نفس الفكرة برضو، بتقدر تدور في التولز الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتقدر تقول له انا عايز مثلا الحاجات الخاصة بالاوديو اديتنج مثلا فيبدأ يجيب لك الحاجات الخاصة بالاوديو اديتنج بالشكل ده.